السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة القلم الجزء الأول صفحة 52 51، هذه الصفحات أو هاتان الصفحتان. إذن على بركة الله، ما الصفة العظيمة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على رسول الله، فأثنى الله عليه بها. هي الصفة العظيمة التي أثنى الله بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي صفة الخلق العظيم، حيث قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ما سبب إعراض هذا الوليد بن المغيرة؟ هو اللي بادي بهذه الآية، يقولوا في الصفات اللي غنسمعوا في الآيات، أنه حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم. هذه صفات اللي قبيحة اتصف بها هذا الوليد المغيرة. ما سبب إعراض الوليد بن المغيرة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله، رغم علمه بأن القرآن كلام الله؟ إذن هو يعلم، ولكن لماذا؟ السبب الأول هو التكبر عن قبول كلمة الحق. يعني بعض الأحيان نعلم أن ذلك حق، ولكن التكبر والكبرياء والعجرفة تجعلك تصد عن الحق، وهذا ما وقع للوليد بن المغيرة. لأنه لا غادي قريت القصة ديالو، هو أنه عندما ذهب عند الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن، أثر فيه القرآن وأعجب هو بالقرآن، وقال في الكلام يعني قولا جميلا بليغا، وقال إن يعني أعلاه لمغدق، وإن يعني وصفه بالحلاوة يعني وبالبلاغة. ولكن عندما رجع إلى ثانيا خشي أن يفقد مكانته بين علياء القوم الكافرين، أنه من رجع عندهم قالوا لي ضروري تقول لنا شي حاجة خيبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، على محمد وعلى القرآن. فقال ما قال، قال إنه يعني أساطير الأولين، هذه تخاريف. فسب النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى المشركين. إذن هذه الآيات نسمعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إذا نمر إلى أتعرف القاعدة التجويدية وأطبقها. فستبصر ويبصرون، أرقق الراء لأنها مسبوقة بكسر اللزم. فستبصر ويبصرون، رون، هذا ترقيق الراء شفناه، هذا الراء لأن ترقق لأن قبلها كسر اللازم، هاي هذه وهذه. فستبصر ويبصرون للخير، ري، ورقق الراء في حالة الوقف والوصل لأنها مسبوقة بياء ساكنة سكونا حيا، هذا هنا السبب هو الياء الساكنة سكون حي. أساطير
أرقق الراء في حالة الوقف والوصل كذلك لأنها مسبوقة بياء ساكنة سكون. إذن دابا القاعدة تقول نسرق الراء إذا كانت مسبوقة بكسر لازم أو مسبوقة بياء فيها سكون حي ولا ميت، بحال هذا حي هذا سكون ميت. المهم أساطير عقلوا عليهم وصافي. واحد الفيديو لا قلبتو هاد سميتو قائمة تشغيل، قائمة تشغيل ديال منير في التربية الإسلامية، غتلقى واحد الفيديو داير فيه أنا القواعد كاملين اللي في الكتاب كامل ديال السادس باش تراجعوا الامتحان في آخر العام. دابا نعطيه لكم، دابا عقلوا على هادو. إذا هادو الشروحات والقلم وما يسطرون، هنا هذيك واو واو القسم بحال والمرسلات والضحى والليل، هذوك واو تسمى واو القسم. هنا الله يقسم بالقلم وما يكتبون وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني إنك يا محمد لك أجر غير مقطوع، يعني الأجر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم غيبقى حتى ليوم القيامة، لأنه هذا الخير اللي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الصلاة اللي تعلمنا وهذه العبادة اللي كنعبدوا، من السبب فيها؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغ هذه الرسالة. إذا أي حاجة أي خير درتيه وقمتي به أي عبادة درتيها فللرسول صلى الله عليه وسلم نصيب منها، يعني غير هو الأجر، ما ينقص لك من أجرك ولكن له أجر. فأيكم بأيكم المفتون ستعلمون من الضال أنتم أم الرسول. إذا هنا مهم أداء الصفات، هنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تمنوا لو تعبدوا آلهتهم فيعبدون إليك، لأن هنا الكفار جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني عرضوا عليه باش يعطيوه زعما الفلوس ويولي مليك باش غير ما يبقاش يقول لهم عبدوا الله، حي يقول لهم، قالوا له يتخلى على هذه الرسالة فهو رفض. فمن عيا وجاو قالوا له عاوتاني اعبد الآلهة ديالنا نهار نعبدوا احنا معاك حتى الإله ديالك نهار، فهمتي؟ ولو طالبين مع غير يدير لهم خاطرهم، قال لهم ودوا لو تدهنوا كيتمنوا انك تلاينهم يعني وتصبر عليهم شي وتتعبد حتى معاهم ويعبدوا معاك، فهمتوا؟ فقال له الله سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهنا نزلت الآية ديال لا أعبد، يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هنا نزلت على هذا بحال هذا الموضوع، هذا حلاف مهين كثير الحلف ذليل هماز مشاء بنميم عياب يمشي. هذا هماز يعني هو العياب، كيبقى يعيف في الناس ويقول العيوب ديالهم، هو الهماز. همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، هذا الهماز. النمام هو الذي يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بين الناس ليفسد بينهم. عتل غليظ القلب زنيم ألحق بقريش وليس منهم، يعني أي أنه ماشي من قريش، كيقول لهم أنا من قريش، هو الأصل ديالو ليس من قريش. سنسمو على الخطوم سنجعل له علامة على أنفه، يعني هاد سميتو الوليد بن المغيرة غادي توعدوا الله انه غادي يدير لي علامه على الانف ديالو. فعلا هذا الشيء اللي وقع في غزوه بدر، قطع ليه واحد في المعركه، تقطع ليه النيف ديالو، الانف ديالو ولات عنده علامه تما. اذا سنسمه على الخرطوم، لان الجزاء ديالو في الدنيا والاخره عذاب شديد. سبب النزول هذه الايات عن ابن جريج قال كانوا يقولون للنبي انه مجنون ثم شيطان، فنزلت ما أنت بنعمة ربك بمجنون. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، ما دعاه أحد من أصحابي ولا من أهل بيتي إلا قال لبيك. ولذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني كان كريم، كان ذا خلق عظيم، ما كانش كيخرج كلمة العيب. اي واحد كيقول شي حاجه كيقول لي حاضر حاضر، اذا في الخير بطبيعه الحال في الخير، نعم ماشي نسمعوا حاضر بالسلب، لا، ما هو ايجابي وما هو فيه خير للناس ولا هو للجميع. اذا وعن ابن عباس قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فلم نعرفه حتى نزل عليه بعد ذلك عتل بعد ذلك زنين، فعرفنا
له زنمة، زنمة كزنمة الشاة، يقصد الوليد بن المغيرة. إذن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة. بماذا أقسم الله في أول الآية؟ على أي شيء دل ذلك؟ أقسم بالقلم وما يسطرون، ويدل على أن الأمر عظيم. أن الله سبحانه وتعالى، أنت ملي كتبغي تحلف، كتحلف كتكون شي حاجة كتسهل تحلف. إذا الله سبحانه وتعالى هذا أمر عظيم، فالله عندما يقسم يقسم على عظيم. فقد أقسم أن نبيه له خلق عظيم، له خلق عظيم. ما الصفة التي أثنى الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفة الخلق العظيم. ما الصفة التي نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفة المنفية هي الجنون، هي الجنون. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني يا محمد أنت لست مجنون. ومن شهد له بذلك؟ الله شهد له الله بأنه غير مجنون، وشهد الله له أنه على خلق عظيم. فصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا أجيب بصحيح أو خطأ، الصفة التي نفاها الله عن النبي هي صفة جائزة في حق الرسل، واجبة في حق الرسل، مستحيلة في حق الرسل. إذا هذه لا تجوز. هي الصفة بعد النفي هي الجنون، هي خطأ، هي ليس جائزة في حق الرسل وليست واجبة في حق الرسل، بل هي الصحيح هو أنها مستحيلة في حق الرسل. الجواب صحيح، وأنها صفة مستحيلة. ميمكنش أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا مجنونا، هل يجوز؟ ميمكنش. من الصفات المستحيلة في حق الرسل والأنبياء أنه يكون فيهم هذا الصفة، يكون ما عندهمش العقل. ميمكنش، كيف غيبلغ الرسالة وهو ليس له عقل؟ فهمتوا؟ لهذا فهي صفة مستحيلة. إذا أما العقل فهو الجنون ذو العقل، العقل فهي صفة واجبة في حق الرسل. إذا نشوفوا هذاك الجدول اللي ديال الصفحة 52، كملوا. إذا الأوصاف التي وصف بها القرآن الوليد بن المغيرة ها هي: حلاف، مهين، هماز، نمام. مرتبين، قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أي نمام، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وكان هذا وجه من غير شنو مدصره الفلوس، قال له الله سبحانه: أن كان ذا مال وبنين. كان عنده المال وعنده البنين، عنده الولاد، لهذا كان داصر متكبر. ما قاله الوليد في القرآن؟ قال أساطير الأولين. قال: هذا القرآن تخربيق، هذا غير تخاريف، هذا قصص تخاريف ليست حقيقية، أسطورة ليست الأساطير هي التي يعني جاءت من الخيال، خيالية وغير حقيقية. أسباب كفره وإعراض يعني القرآن، قلنا تكبره، تكبر أول حاجة، تكبر لأن عنده المال والبنين فما تكبر. ثم الصفة هذه الصفات، الصفات القبيحة التي اللي فيها هذه الصفات غادي يسلم. حلاف ومهين، حلاف هو كثير الحلف، مهين يعني ذليل حقير، هماز كيعاير الناس كيسبهم كيفسد بيناتهم، نمام مناع كيمنع الخير كيتعدى كيدير الآثام، عتل يعني قلبه غليظ. القرآن والإسلام كيبغي الناس زوينين، كما قال الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، قال له في القرآن: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. قال لك كنتي قلبك غليظ ما يتجمعوش عليك الناس، يعني بغى يقول لي راك يا محمد قلبك رقيق وزوين وكيحب الخير للناس، لهذا اجتمع عليك الناس. قال له: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا مغيرة عكس الرسول صلى الله عليه وسلم 100%، انه عتل غليظ القلب، زنين، يعني ليس من قريش، حتى النسب ديالو كيقولوا انهم ليس ابنه، لا يعرفوا من هو والده، انهم لقيط. وهذا كيف سيسلم؟ هذه من الصفات الاسباب اللي خلته يعرض عن، لانه وصفه كذلك، وصف القرآن بالاساطير، العقاب الذي توعده الله اساطير سيجعل له الله، شنو هذه اساطير؟ امسح هذه
سيجعل الله أله الله سبحانه وتعالى عالم على أنفه، هذه ما نحيدها. إذا سيجعل له الله سبحانه علامة على أنفه. نعم، نمشيو نمشيو. أوظف ما استفدته في الأنشطة لأعبر شفهين عن المعنى الإجمالي. أقسم الله بالقلم وبما يكتب به أن رسول الله على خلق عظيم. نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الحلاف المهين الوليد بن المغيرة، ونهاه كذلك عن اتباع الكفار. اسمع اسمع، هذه ما كتبتهاش تما. قالوا لا تطع المكذبين، ونهاه عن اتباع المكذبين. انزلوها تما بلاتي. اذا وعن اتباع المكذبين، إذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نجاوبه باش أصنفه داخل الجدول على سبورة صفات النبي من خلال هذه الصفات القبيحة التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها، أنه لم يكن فاحشا من الفحش، الصفة هي الفحش. لم يكن لا يقول كلاما بذيئا قبيحا سيئا، ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق، يعني كيمشي للسوق بدي غوات ويدي يتجادل على الاثمنه، وبدي يحلف على الله يتشريت هذه بكذا وهذه، ودير دير روينه في السوق يعني، ورافع صوته سخاب من الصخب، فهمتوا؟ ما يعني كيمشي ما تحسش بيه كاع كاين في السوق، يمشي على الارض هونا. إذا خاطبه الجاهلون قال سلام. نعم، ما قالش القرآن شو عادي، ماشي آية دي راه خديتها غير مقتبسناها. إذا ولا يجزي بالسيئة، إذا وهذه كذلك لا يجزي، هذه الصفات الحميدة، لا يجزي السيئة، لا يجزي السيئة، يجزي السيئة بمثلها. وكذلك العفو، ممكن متسامحا ويصفح، يتسامح قلبه يبقى أبيض كبياض الحليب وأصفى، بل هو أطهر من الحليب. إذا أؤمن أن محمدا، صلوا على رسول الله وأحرص، أؤمن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص على طلب العلم ليحسن إسلامي وليشارك به في تنمية وطني. شو هنا يعني الثبات على أمر الله، أن عرض كفار مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال على أن يتخلى عن دينه، فأجابه قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ما الرسالة التي أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يتخلى عنها؟ هي رسالة الإسلام، هي رسالة الإسلام. صافي، مهم هذا، غير أبحث عن قصة أصحاب الجنة، لأن جايين في نكمل القرآن هذا السورة في أصحاب الجنة. هم أصحاب الجنة، هم أصحاب البستان، هما واحد ثلاثة الأولاد توفى الأب ديالهم وخلى لهم بستان، والأب ديالهم كان يتصدق، فهمت؟ كيتصدق من الاكتمار ديال البستان، وهما من ورثوا البستان على الأب ديالهم من توفى، اتفقوا أنهم ما يعطيوش للفقراء حقهم، لهذا سلط الله النار على البستان فأحرق البستان كاملا فلم يبق لهم شيء، فندموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار تتوصلوا لها. إذا صلوا على رسول الله.